أسرار الصراع الخفي بين حريم تميم والبقاء للأقوى. بعد تنازل الشيخ حمد بن خليفة الثاني بكامل إرادته عن مقاليد حكم قطر في 25 يونيو 2013 لابنه الأمير تميم ابن الشيخ موزة، واللي وقتها أثار التنازل ده علامات استفهام كتير، خصوصاً إنها دولة لها باع في تاريخ الإنقلابات العسكرية. بدأت مرحلة جديدة من الحكم في قطر، تركيز أكبر على الحياة الشخصية للأمير الشاب اللي مسك الحكم وهو عنده 33 سنة، وللعلم وقتها كان متجوز 2 بس. زوجته الأولى هي بنت عمه الشيخة جواهر بن حمد بن سحيم الثاني، واللي اتجوزها في 8 يناير 2005، ولي منها 3 أبناء، الشيخة المياسة والشيخ حمد والشيخة عائشة. أما زوجته الثانية واللي معروفة بشدة جمالها هي العنود مانع الهجري، اللي اتجوزها سنة 2009، ولي منها 4 أبناء، هما الشيخة نقلة والشيخ عبدالله والشيخ جاسم والشيخة موزة. والزوجة الثالثة هي نورة بنت هذال الرجباني الدوسري، اللي اتجوزها بعد تولي حكم قطر سنة 2014، ولي منها 3 أولاد، الشيخ جوعان والشيخ محمد والشيخ فهد. يعني كده 3 حريم في حياة الأمير تميم، وده معناه صراع على لقب سيدة القصر الأولى بعد والدته الشيخة موزة، وكمان الصراع الخفي عن اللي تضمن لابنها لقب الأمير القادم، خصوصا إن الحكم في قطر مش بيتورث للابن الأكبر زي باقي الإمارات وممالك الخليج العربي، لكن اللي بيحكم هو ابن الزوجة الأقوى. وده اللي حصل قبل كده لما قدرت الشيخة موزة اللي هي الزوجة التانية للشيخ حمد بن خليفة الثاني حاكم قطر السابق إنها تخوض الصراع مع زوجاته وتضمن لابنها تميم الإمارة. وفعلا بوصول الأمير تميم لحكم قطر بدأت بوادر الصراع تظهر للنور، وده بان مع تحركات زوجته الأولى جواهر اللي زادت من نشاطها في العمل العام، وزاد ظهورها الإعلامي في الفترات الأخيرة. ومن وراء الكواليس واضح أن الشيخة جواهر هي الأقرب لقلب الشيخة موزة عن زوجاته التانيين، وده أكيد لأنها شايفة فيها نفسها وقوتها زمان، كمان لأن الشيخة جواهر بنت عمه ووالدها من كبار المستثمرين. دي كمان والدتها الشيخة عائشة الثاني الدراع اليمين للشيخة موزة، وكانت من أكثر اللي دعموها في صراعها لنقل السلطة للأمير تميم. بس زوجته الثانية العنود مانع الهجري والأشد جمالا بين زوجات الأمير واللي جذور عائلتها ممتدة في معظم دول الخليج، كان ليها كلام تاني خالص، ورفعت شعار لا تراجع ولا استسلام. فرغم كل الحواجز والصعوبات اللي حطتها الشيخة موزة والشيخة جواهر قدام منع ظهور العنود إعلاميا، إلا إنها استغلت قربها من قلب الأمير تميم وزاد ظهورها الإعلامي ونشاطها الاجتماعي بصورة ملفتة للنظر. تسكب بقى الزوجة التالتة؟ أبدا. كان لنور الدوسري برضو نصيب من الظهور الإعلامي، ورغم إنه ضغط على الإعلام في أول جوازها علشان ما تظهرش ولا تتعرف، إنما بعد ما خلفت ابنها الأول قررت تطلع للنور بقوة وتنزل حلبة المنافسة مع باقي الزوجات. ولحد النهاردة ما نقدرش نحدد من فيهم الأقرب للقب سيدة القصر الأولى بعد الشيخة موزة طبعا اللي ماسكة القصر بقبضة من حديد. كمان ما نقدرش نتوقع خطوات تميم الجاية، مش يمكن يتجوز للمرة الرابعة؟ وطبول الحرب بين حريم تميم أصواتها تعلى أكتر وأكتر، ويكون حاكم قطر القادم لسه ما تولدش.